طيب يا جماعة، يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم نبلش بالمحاضرة. أعطينا محاضرة الساعة 8:30، يبدو في بعض الطلاب ما راح يقدروا يحضروا إلا الساعة 8:30، فراح يكون عندنا محاضرتين إن شاء الله كل يوم، محاضرة 8:30 ومحاضرة على الوحدة. تمام. اللي بدنا نعمله اليوم ان شاء الله، بس راح نكمل. احنا اخر مره غطينا مواضيع اللي هي البلاي فير والهيلث سايفر. في اي سؤال عليهم؟ بلاي فير والهيلث سايفر، في اي سؤال عليهم؟ دكتور؟ نعم دكتور، في مجال تعيد الديكريبشن بالهيلث سايفر؟ طيب بشكل سريع راح اعيد الديكريبشن بالهيلث سايفر. غيره في اي سؤال؟ دكتور، بالهيل سايفر بس نفس الشيء بالديكريبشن، بس تفرجينا المعادلات الرياضية انه كم مرة بنعمل مود؟ او ده طيب هساس بنمشي عليهم الديكريبشن وبنبلش فيهم شوي شوي. غير الهيل سايفر في اي سؤال يا جماعة؟ طيب خليني اعمل شير لعاد للسلايدز تبعون الهيل سايفر، بس خليني افتحهم بالاول. اوكي نعمل شير لهم. دكتور، نعم. الفيديوهات اللي ناشرينها الاي ليرنينج والشغالات ايش هو؟ فيديوهات المحاضرات الماضيه فيديوز. اوكي بالنسبه للفيديوز وصلني خبر انهم شغالات. يبدو في مشكله بالبرميشنز. ايميلاتكم كطلاب اللي هو الدومين تبعها اللي هو cit@just.edu.jo. انا الدومين تبعي just.edu.jo بدون السي اي تي، فيبدو بعتبرنا تو ديفرنت اورجنايزيشنز، مشان هيك مش عماله بيعطيكم شو اسمه اكسس. هاي هي الاشكاليه اللي موجوده. اوكي فان شاء الله بدي الاقي لي طريقه، يا انه بنزلهم عندي وبعملهم ابلود على اليوتيوب بحيث انكم تحضروهم، او بحطهم على الدرايف، على سواء كان على الون درايف او دروب بوكس، واعطيكم لينك لهم بحيث انكم تعملوا لهم ستريم مباشره من الدرايف. دكتور اليوتيوب احسن شيء. هو الاحسن على الستريم، اذا بتقدروا تحضروا على مايكروسوفت ستريم بيريحني بشكل كبير، لانه عمليه الابلود لليوتيوب مزعج جدا، ولكن هاي بنخليها حل بعدين. بدي احاول الاقي طريقه هاي تقدروا تحضروها من خلال الستريم مباشره. دكتور في محاضرة أخرى عاملين قناة لمادة وبنعمل ريكورد، بينزل ريكورد مباشر على القناة ما بدون ما نعمل تحميل أو أي شيء. وين القناة؟ على اليوتيوب ولا على مايكروسوفت ستريم؟ لا على التيم. مايكروسوفت تيم. مين شو المادة؟ أوراكل. مين بدرسها؟ مصطفى، دكتور مصطفى. مصطفى العلي؟ دكتور مصطفى علي. بحاول بلكي تواصلت معه اشوف ايش اللي عامله بالضبط مشان نضبط فيها نفس الشيء ان شاء الله. دكتور، نعم، ممكن اسالك سؤال؟ هلا بالنسبه لمحاضره الساعه 8:30، نعم، انت حكيت انه اللي بده يحضر على الوحده يحضر، صحيح. طب بالنسبه للكويزز، انه كيفنا رح نعرف انه في كويز حيكون 8:30 بما انه ما رح نحضرها؟ لا هو كويز ما في مشكله، انت حضرت على الوحده بتفوتي وبتعملي كويزك على الساعه 1 ما في مشكله. اوكي تمام. لانه كان الصبح محطوط انه كان في كويز على 8:30 ان شاء الله. ما هي اذا كان اذا في كويزات بحكي لكم يلا في كويز، كل واحد بيروح على الاي ليرنينج شانل تبعته بفوت هناك بيلاقي الكويز موجود، تمام، سواء على 8:30 او سواء على الوحده، مش مشكله هي. تمام ان شاء الله. غيره في اي سؤال؟ طيب اذا المفروض انه واضح عندكم اللي هو السلايدز للهيل سايفر، صح ولا انا غلطان؟ هاي يا دكتور. ممتاز. احنا حكينا عمليه الانكربشن بشكل سريع، باخذ مثلا هون مثال عملنا انه حرفين مع بعض، باخذ الحرفين بضربهم بالكي ماتريكس بيعطيني ايش؟ الاوتبوت تبعي، بعمله الاوتبوت موديول ل 26 لانه انا عندي 26 حرف، بيعطيني شو السايفر تكست. هي عمليه الانكربشن. عمليه الديكربشن نفس الفكره،
الاختلاف ما بين انكريبشن والديكريبشن انه انا بدل ما استعمل الكي اللي هو 20 3 15 7 هون بدي اطلع له الانفرس للكي. اوكي، وحكينا كيف بدي اطلع الانفرس للكي، صح ولا لا؟ حكينا بالاول بدي احسب الديتيرمينانت، بعديها بدي احسب الانفرس للديتيرمينانت وذ ريسبكت تو مودولس 26، وبعديها بدي استعمل الايكويشن اللي موجود عندنا هون اللي هي الانفرس للماتريكس عباره عن انفرس للديتيرمينانت مضروب في الماتريكس، بس انا لعبان بالالمنتس اللي موجوده فيها، الاي والدي بعكسهم والسي والبي باخذ لهم الماينس، بضرب الرقمين ببعض الماتريكس والرقم اللي هو السكيلر ببعض بيعطيني ماتريكس مودولس 26 بيرجع لي ايش اللي هو الانفرس تاع الكي. هاي الانفرس نفس الشيء، كيف هسه بصير عندنا زي عمليه الانكريبشن، بمسك تو كاركترز من السايفر تكست بضربهم بال 2 باي 2 ماتريكس اللي عندي هون بيعطيني ايش الناتج مودولس 26 بيعطيني بيرجع لي البلين تكست. هاي الهيل سايفر كامله، في عليها شو المشكله فيها؟ وضحت هيك ولا في داعي في شيء معين ارجع اشرحه؟ يا جماعه دكتور بدي اسال دقيقة عن الهيل سايفر، اذا في سؤال عن الهيل سايفر شرحناه هسه احكوا، اذروايز خلينا نخلص من الموضوع اللي هون. دكتور بدي اسال ليش حكينا 17 اكس ايكوال 1 مده 26؟ ليش واحد يعني مده 26؟ هيك فكره انه الانفرس وذ ريسبكت تو ذا مودولس اريثمتيك لازم يعطيني انه هو معناه، يعني اذا طلع الانفرس لل 17 شو معنى الانفرس لل 17؟ الانفرس لل 17 هو الرقم اللي بضربه بال 17 كله بصير مودولس 26 بيعطيني واحد. يعني شو الرقم اللي بضرب بال 17 بيعطيني الايدنتيتي لمين؟ لهالموديول 26. اوكي؟ يعني دكتور دائما بالمعادله واحد؟ دائما الناتج لازم يعطيني واحد، بس مثلا ممكن اعملها موديول 25 يكون عندي الايكويشن وذ ريسبكت تو 25 بيختلف، يمكن يكون موديول ال 114 فبيختلف الاكس. اه تمام شكرا. اوكي نعم، سؤال الشاب مين كان بده يسال؟ دكتوره غلبت بسلايد 7. سلايد السابع، اوكي احنا هنا السادس، السابع ماله؟ 23 لما ضربتها بالماتريكس كيف ضربتها؟ تضرب ماتريكس مالتيبليكيشن يا مين بحكي؟ بلال. عفوا بهاء. يعني 23 بضربها بسبعه بحطها بتطلع معي. 23 23 كذا 23 ب 11 كذا 23 ب 20 يعطيني رقم، الرقم اللي بيطلع معي بعمل له بعدها مودولس 26 برجع لي ال 5 وال 9 وال 19 و 18. اه تمام دكتور شكرا. راجع يا جماعه، راجعوا الماتريكس مالتيبليكيشن، بضرب ماتريكس بسكيلر بضربه بفيكتور، راجعوهم هاي الشغلات. يعطيك العافيه دكتور. يعافيك اهلا. بس لو سمحت الماتريكس اللي عندي 23 كيف طلعناها هيك؟ ماتريكس ايش؟ اللي عندي 23 هون اللي هي 9 5 9 19 18 لا اللي هي 7 23 11 20. طيب شو كان ال شو اسمه الماتريكس تاعتي بالاصل؟ هي 20 7 3 15. شو بحكي لك ساوي لها؟ ال 20 وال 7 اقلبيهم اعكسيهم مع بعض، وال 3 وال 15 وضي لهم اشاره الماينس. هسا ناقص 3 مودولس 26 وفعليا 23، ناقص 15 موديول 26 هو فعليا ايش؟ 11. تمام تمام اوكي تمام، يعطيك العافيه دكتور شكرا. الله يعافيك. اي سؤال اخر يا جماعه؟ دكتور هلا ال 23 اوجدناها بالتجريب صح؟ بالتجريب نعم. في طرق ثانيه ممكن اطلعهم بيعطيني رقم مباشره اللي هي زي الاكستندد كليدين الجورثم، بس مش موضوعنا مش راح نفوت فيها هسه. اي سؤال اخر؟ طيب اذا خلينا نبلش بالمواضيع اللي نحكي عنها اليوم. بدي اعمل شير للسلايدز. اوكي بس ثواني. اوكي المفروض ظهر عندكم سلايدات الكريبتوغرافي. اخر شيء حكينا عنه البلاي فير سايفر، وحكينا عن
الهيلز سايفر. اوكي يا جماعه، كل السايفرز، كل الالجوريثمز اللي مشينا عليهم لحد الان يقعوا تحت كاتيجوري واحده بنسميها المونو الفابيتك سايفر. شو يعني كلمه مونو الفابيتك؟ هي جزئين، مونو لحاله والفابيتك لحاله. مونو مقصود فيه واحد، اوكي، الفابيتك اللي هي التيبل او الالفابيت او الكي. يعني بما معنى انه مونو الفابيتك مقصود فيها انه انا بحكي لكم انه انا بستعمل كي واحد او تيبل واحد لعمليه الانكريبشن والديكريبشن. اوكي، اللي هسه رح نحكي عنه، هم شافوا حكوا لك اوكي كي واحد او الفابيت واحد ما بكفيني، فخلينا نستعمل مالتيبل كيز او سموها شو، بولي الفابيتك سايفر. اوكي، بولي الفابيتك سايفر. بولي مقصود فيها ايش؟ مجموعه، مجموعه مش واحد بس. فبدل ما نروح ونستعمل كي واحد او الفابيت واحد نستعمل مالتيبل الفابيت. يعني انا عندي بلين تكست، بمسك الكاركتر الاول وبعمل له انكريبشن باستعمال، خلينا نحكي لو بدي ارجع شوي، اوكي، باستعمال التيبل الظاهر عندي اياه هون. اول كاركتر بستعمله باستعمال التيبل الظاهر عندي اياه هون، ثاني كاركتر باستعمال تيبل مختلف، ثالث كاركتر باستعمال تيبل كمان مختلف، اوكي، وهلم جرى. هنا انا استعملت مالتيبل الفابيتس، ولاحظوا اني انا عندي عدد الالفابيتس اللي ممكن انا استعملها يعني لحد 2.88 واكثر شوي، فعدد جدا 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 كبير. ابسط مثال على البولي الفابيتك سايفر نسميها الفيجنر سايفر. شو بتحكي الفيجنر سايفر؟ هي ابسط مثال، فعليا هي مجموعه شيفت سايفرز مدموجين مع بعض. اوكي يا جماعه، صوتي واضح؟ واضح لحدث الامور؟ تمام، في عندكم اي سؤال؟ واضح دكتور، كله تمام دكتور. طيب اذا شو الفيجنر سايفر؟ تحكي لك الفيجنر سايفر انه انا بدي اعمل انكريبشن لمالتيبل لترز، كل لتر بدي اعمل انكريبشن از شيفت سايفر. يعني زي كان بحكي لك بدي اعمل مالتيبل سيزر سايفرز، بس الكي شويه بدي اغيره من واحد لواحد. يعني مره بعمل شيفت ب 15، مره بعمل شيفت بواحد، مره بعمل شيفت سبعه، مره بعمل شيفت ب 14، وهلم جرى. الحكي شويه يمكن يكون خربط، ناخذ مثال بتوضح ان الامور بشكل اسرع بكثير. الفكره هي كالاتي، بحكي لك باجي انا وبختار كي معين. مثلا هون مختارين الكي اسمه ايش؟ ديسبتيف. هاي الكي تبعي كلمة deceptive، أنا ممكن أستعمل الكلمة اللي أنا بدي إياها. وباجي بكتب plain text. plain text هون لو نتفرج عليه زي هيك بحكي لك، لو ننجزه مثلا we are discovered save yourself. أوكي؟ هاي plain text تبعي we are discovered save yourself. بس لانه احنا هون بنتعامل بس بكاركترز، فالسبيس يمكن انا اتعامل فيها بوحده من ثلاث او وحده من تو، خلينا نحكي possibilities. الاحتمال الاول انه اشيلها كلها زي ما كنا عاملين هون، افترض انه انا ما عندي ايش، هي زي هيك انا ما عندي اي نوع من انواع السبيسز، وهذا الوضع طبيعي جدا يعني انه نعمل زي هيك. النوع الثاني بحكي لك ممكن انا شو احط محل سبيس، احط محلها فيلر كاركتر زي الاكس، احط محلها ايش؟ اكس، واعمل انكريبشن وتمام الامور كله ممتاز. اي واحده من الطرق ما في مشكله انه استعملها، ولكن لازم يكون السندر والريسيفر متفقين على عمليه انه كيف بدي اتعامل انا مع مين، مع السبيسز بيفور هاند. اوكي تمام. فهاي تعيد شوي بس اخر واحده، علي صوتك شوي مش سامع والله دكتور، بس لو تعيد اخر واحده بتاعت ال بتاعت سبيس، بتاعت سبيس. اوكي بحكي لك واحده من ثنتين، يا انا بشيل السبيسز كلهم وبعتبرهم از وان ستيتمنت وان وورد، او ايش؟ او بحط محل السبيسز ايش؟ اكسز، اكس 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 اكس.
عادي اي واحده منهم تزبط معنا. المهم انه الترانسميتر والريسيفر السندر والريسيفر يكونوا متفقين على هالموضوع انه كيف يتعامل مع السبيسز قبل ما يبلشوا ايش كوميونيكيشن. تمام تمام تمام. فشو بعمل انا؟ بحكي لك اوكي هاي البلين تكست تبعي، بمسك الكي اللي هو بهاي الحاله الديسبتيف وبضلني اكرر بالكي اكرر بالكي لحد ما اعبي ايش يصير طول الكي تبعي طول بطول البلين تكست. اوكي حد ما يصير طوله طول الايش البلين تكست. هسه بهاي الحاله اللي عندنا الاكزامبل اللي عندنا اياه هون صدفت انه حجم البلين تكست بحجم من مضاعفات طول الايش الكي. فلو كان مثلا بلين تكست تبعنا زي هيك راح يطلع معي الكي زي هيك والسايفر تكست زي هيك بهي الطريقه. اوكي فانا بضلني اكرر بالكي اكرر بالكي لحد ما اخلص حجم ايش البلين تكست، سواء انا الكلمه كانت تاعتي كامله ولا جزء منها ما عندنا مشكله. فشو هسه بدنا نساوي؟ ما دام الكي زي هيك والبلين تكست زي هيك، هسه باجي بدي اشوف انا مقدار الشفت اللي بدي اساويه لكل كاركتر بالبلين تكست كيف بطلعه. بتفرج على الكي بحكي لك الكي اول حرف منه ايش؟ دي مثلا بهالاكزامبل تبعنا دي. الدي ترتيبه بالالفابت شو؟ مين بيقدر يحكي لي؟ أربعة الرابع حسب. هسه هون بعتمد حسب انا وين ببلش الـ A شو بعتبرها 0 ولا 1؟ اذا 0 5 بتكون. لا اذا 0 ما بتكون 5 بيكون 3 بيكون 3 اذا كان الـ A 0 الـ B 1 الـ C 2 الـ D 3. اوكي وهي الاصطلاح اللي مشوا عليه انه دائما الـ A 0 والـ Z 25 وبمشي فيهم من الـ A للـ Z بالترتيب. فالـ D هون قيمتها ايش راح تكون؟ 3. الـ E 4 الـ C 2 الـ E 4 الـ P والله ما بعرف الـ P شو ترتيبه بس وضحت الفكرة ايش هي صح ولا لا؟ تمام؟ جماعة وضحت الفكرة انه من وين جبت 3 وال 4 و 2 وال 4؟ وضحت دكتور. تمام وضحت. اوكي اذا باجي بمسك كل كاركتر بالبلين تكست بعمل له شيفت حسب شو الكاركتر الموجود بالكي او ترتيب الكاركتر. فالدبليو بعملها شيفت ثلاث مرات. كيف تطلع عندي دبليو؟ عندنا اكس هي واحد واي اثنين زد ايش؟ هاي الثالثه. اذا عوضنا محلها ايش؟ عوضنا محلها زد. الاي بيجي بعدها اف جي اتش اي اربعه. الاي بي سي هي اثنين. الار اس تي يو في هيها. وبكرر هالعمليه لحد ما اخلص كل البلين تكست. تمام هاي فكره الايش بيجنر سايفر. بس دكتور نعم مش الكي حيكون اطول من البلين تكست من البلين تكست؟ الكي اطول من البلين تكست؟ عشان في مثلا حروف نفس البي والتي حيكونوا خانتين مش خانه واحده. حتى لو عادي بس انا هون حطيت هون بس مشان انتم تشوفوا ايش اللي بصير عندنا. يعني مثلا البي نحكي البي 14 بعمل شيفت للاي اللي هون اللي تحتيها 14 مره. عرفت علي؟ انا بس حطيت الارقام بس للتوضيح مش اكثر ولا اقل. اوكي اوكي اي سؤال ثاني؟ دكتور نعم انا هنا شفت مثال كان معطي الكي بس كلمه ماث. اوكي فبس انه اربع احرف وكل حرف ما هو له شفت معين فصار لما راح البلين تكست صار عاد يعني 1 2 3 4 رد عاد 1 2 3 4 وهكذا. بالضبط بالضبط انه مش شرط يكون نفس الطول. لا لا ما هيو فرج عنه هون المثال ايش؟ شو هاي ديسبتيف هاي الكلمه هاي الكي. شو الثاني ديسبتيف؟ احنا بنكرر فيها قاعدين. اوكي يعني بدل مثلا هنا بدي اكتب مثلا بها هي بكتبها زي هيك
زي هيك هيها ضليتني اكرر فيها اكرر بالاسم لحد ما خلص كل حجم البلين تكست. اوكي تمام يا جماعه تمام دكتور تمام نرجع هيك نشيلهم هذول. اوكي فهي فكره البيجنر سايفر. طيب نسالكم سؤال بسيط، لو انا اتاكر وبدي اعمل اتاك على البيجنر سايفر شو اول شيء لازم اعرفه؟ الكي طبعا. شو بدي اعرف عن الكي؟ شو الشيء اللي بدور؟ اوكي انا لو عرفت الكي هاي بدي اياه، هي الهدف تبعي، بس شو الشغله اللي بدور عليها بدي اعملها بالبدايه؟ طول البلين تيست. بلين مو البلين تكست والسايفر تكست لهم نفس الطول، فانا عادي بعرف البلين تكست. من كم حرف الكي؟ ايوه مشان ايش؟ اعرف كل كم بتكرر الشفت. بالضبط، انا بدي اعرف كم كاركتر انا موجود عندي بالكي. فشو بساوي؟ ببلش بفترض الفرض الاول تبعي انه انا عندي شفت واحد. اوكي انا عندي الكي حجمه كاركتر واحد، وبحاول اجرب الديفرنت كيز. زبط معي شيء منهم، زبط ما زبط بحكيك اوكي خلينا نفترض انه حجم الكي عباره عن 2 كاركترز. بجزئ وقتها سايفر تكست ذا 2 سايفر تكست. اوكي الاول مثلا بنحكي فيه الحرف الاول والثالث والخامس والسابع، لانه هذول كورسبوند تو ذا سيم كاركتر بالكي. بعدها 2 4 6 8. زبطت زبطت، كل واحد منهم بحاول اكسرها لحال. ما زبطت بفترض انه حجم الكي عباره عن 3 كاركترز. بمسك الكاركتر الاول لحال، الثاني لحال، الثالث لحال، الرابع مع الاول، الخامس مع الثاني، السادس مع الثالث، وهلم مجرى لحد ما اخلصهم. بعامل كل مجموعه جديده as a simple shift cipher وبحاول احلها. تمام؟ زبطت زبطت، ما زبطت بروح اربع كاركترز، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، وهلم مجرى لحد ما يزبط معي شيء. طبعا انا هون بحكي عن اطول طريقه، طبعا هي في لها حلول ثانيه لها statistics وفي شغل عليها وكل هالحكي. اوكي ممكن نعطيكم assignment عليها انه نشوف فعليا كي اذا بتقدروا تحلوها ولا لا، تكسروها ولا لا، تفكروا بالموضوع. تمام فهي فكره البيجنر سايفر. في عليها اي سؤال؟ في اي شيء مش واضح؟ الأمور كلها تمام؟ كله تمام دكتور. طيب الكل بدي شغلتين منكم. الشغلة الأولى الكل يفتح المايك اللي عنده، الشغلة الثانية الكل يفوت على الإي ليرنينج. راح يكون في كويز هسه. أوكي؟ الكل يفتح المايك، حاولوا تكونوا فيها هادي شوي يعني مشان تأكد إنه ما في حدا بيحكي تليفون مع الثاني، لو سمحتوا. يلا. تمام. انا ما راح ابلش الكويز الا لما يكون الكل فاتح المايك. المايك ضل شغال. المايك؟